7 فيفري. مساء الخير متابعينا على قناة 9، مرحبا بكم في موعد جديد من رونديفو 9. بداية أسبوع موفقة للجميع، لكن قبل ما نبدأ في نحكيه على الأحداث الجديدة، خلينا نرجع لنهاية الأسبوع اللي كانت حافلة بالأحداث والحدث الرئيسي اللي شغل الرأي العام بين المؤيد وبين المعارض لتصريحات رئيس الجمهورية، وقت اللي يحكي عن المجلس الأعلى للقضاء، وقت اللي يقول أنه أصبح في عداد الماضي. شو معناها التصريحات الشفهية أو الشفوية لرئيس الجمهورية اللي أثارت برشا جدل خاصة في وسط الجسم القضائي؟ كيفاش باش تكون تداعياتها؟ هل ننتظر في قادم الساعات أو قادم الأيام مرسوم رئاسي يفصل ذلك ويبين ويوضح كلام رئيس الجمهورية؟ هذه الكل أسئلة تطرح، وإحنا بدورنا باش نسألوها بعد شوية على ضيوفنا. أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، أحمد سويبر رئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، مراد مسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان، وباش يكون معنا في ربط مباشر أيضا علي الشرابي قاضي رتبة ثالثة، وعبر الهاتف إبراهيم بودربلة عميد المحامين، في محاولة منا لمواكبة مختلف الآراء. وأكيد سعيدة جدا أنه يرافقني في التحليل والنقاش الليلة كل من خليفة بن سالم. مساء النور. مرحبا. ناجي الزايري، أهلا وسهلا بك. معز، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. يلا خلينا نبدأ بآخر الأخبار. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء ليلة السبت أو الليلة الفاصلة بين يوم السبت والأحد الفارط بوزير الداخلية شرف الدين وعدد من الإطارات الأمنية في مقر وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح في عيد الماضي. من حقكم التظاهر، ومن حقنا ومن حقكم كما استمعت إلى ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات. سنعمل لوضع حد لهذا الوضع، وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة. لو أتيت لكم اليوم ولديكم بالتأكيد الوثائق عن الأملاك وعن الأموال التي حصل عليها عدد من القضاة، ربما لا يصدق التونسيون. مليارات المليارات. نبهتهم وحذرتهم وقلت لهم أن صواريخنا على منصات إطلاقها تكفي إشارة واحدة منا من أن تصيب هؤلاء في أعماق أعماقهم. جئت في هذه الساعة وكنت قد اتخذت القرار، ولكن كنت أود أن أجتمع بهم في وقت لاحق لأنبههم مرة أخرى، ولكن ما حصل في الأيام الأخيرة اضطرني إلى اتخاذ هذا القرار. المجلس الأعلى للقضاء يتفاعل في بيان ليه أمس ويعبر عن رفضه لحل المجلس، ويؤكد أيضا رفضه للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفق نص البيان. ويعلن المجلس عن مواصلة تعهده بمهامه، ودعا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتبار والضمانة الوحيدة اللي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري وفق ذات البيان. شنو اللي قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في رده على رئيس الجمهورية؟ قرار سعيد المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء لا شرعية له، هكذا يقول بوزاخر.
رئيس الجمهورية اختار أن يتوجه للمجلس الأعلى للقضاء في من مبنى وزارة الداخلية مع ما لذلك من دلالات، وطلب من المجلس اعتبار نفسه من الماضي. نحن نقول أننا نعتبر نفسنا من الحاضر، وسنستمر في المستقبل بأداء واجبنا. ولا شرعية لقرار يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء حتى بما سطر من ظرف استثنائي. تعرفون أن رئيس الجمهورية لما أعلن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الفارط لم يتحدث على القضاء كخطر داهم حتى تشمله المراسيم التي يجب أن تعيد السير العادي لدواليب الدولة تطبيقا للفصل 80. رئيس الجمهورية لم يتولى حل مجلس نواب الشعب، كيف سيتولى حل المجلس الأعلى للقضاء؟ لا آلية قانونية ولا آلية دستورية تسمح له بذلك. الواضح أن رئيس الجمهورية يريد أن يتدخل في المسارات الوظيفية للقضاة. الواضح أن رئيس الجمهورية يريد الحلول محل المجلس الأعلى للقضاء عبر مؤسسة غير المؤسسة المنتخبة من قبلهم، وهذا توجه نحن نعارضه، تعتبره غير مطابق للدستور وغير مطابق للمعايير الدولية ولا مبرر له. باش نواصلوا بعد شوية مع بقية التصريحات، لكن نتوقفوا عن تصريح خاصة رئيس الجمهورية على الأقل قراءته شكلا. نذكر سيد المشاهدين أنه تصريح هذا كان نهار في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد تقريبا فيغ مينوي، نهار نص الليل ونص هكاك، تم الاجتماع بوزير الداخلية وبعدد من الإطارات الأمنية. السؤال الذي يطرح الأول يقول لك علاش في مقر وزارة الداخلية وعلاش في وقت متأخر هكذا؟ شوف، هو شكلا برشا أسئلة تطرح ملاك، وهو تنقل رئيس الجمهورية إلى وزارة الداخلية على ما يبدو اللي فهمناه هو بعد البلاغ اللي خرجته وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنع التظاهر من وتطبيق البروتوكول الصحي، مما لم يرق إلى رئيس الجمهورية وتنقل ليبلغ وزير الداخلية والإطارات الأمنية أنه حق التظاهر هذا حق مكفول به الدستور، ودعا الناس إلى التظاهر ودعا مناصريه بالمناسبة إلى التظاهر أمام المجلس الأعلى للقضاء، وكان هذا تحريضا على المجلس الأعلى للقضاء. في كلامه هل كانت بطريقة عفوية وإلا كلام محذر لإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء؟ هو ما استعملش كلمة حل، قال هذا المجلس في عداد المفقودين، مريناش أثر اليوم قانوني، ما ثم حتى مرسوم وإلا حاجة صادرة عن رئاسة الجمهورية تعطي قانونا الحل هذايا شكلا كيف ملاك، معناتها حتى طريقه التصوير رناها طريقه تصوير هاويه، معناتها كان حكايه جات مزروبه ماهيش محذره. للاسف انا القرار هذايا راه من اخطر قرار اتخذ بعد 25 جويليا، بعد قرار حل مجلس نواب الشعب، واللي التداعيات نتاعو مش تكون كبيره، فيها خرق كبير للدستور، خاصة نعاود نرجع نقول آخر كلمة وملاك فيما يتعلق بالموضوع هذايا، أنه كيف ما نحدوش شنو هالخطر الداهم في المرسوم 117، الأمر 117، نقعدوا كل مرة أي حاجة لا تروق إلى رئيس الجمهورية على ما يبدو سيقع حلها. كي نرجع للجملة هذه، كما قيلت على لسان رئيس الجمهورية ناجي أنه أصبح في عداد الماضية المجلس الأعلى للقضاء، هل هذا بالضرورة يعني أنه الرئيس يخمم في حل المجلس الأعلى للقضاء؟ هل احنا ما نجموش نصدر قراءات او تحاليل للمسألة هذه في انتظار المرسوم الرئاسي اللي حكاها عليه رئيس الجمهورية؟ خاصة زاد نرجع حتى لمختلف التصريحات، يقول لك السيد رئيس الجمهورية لا عنده لا آليات لا قانونية ولا دستورية تخول له ذلك. هو الواضح ان رئيس الجمهورية يعني يمر الى السرعة القصوى وينفذ وعيده، رغم أنه أكد في بعض المناسبات على تشريك القضاة في عملية إصلاح الجهاز القضاء وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، وكان حتى دعا وزيرة العدل كذكروا لإعداد مشروع مرسوم لإصلاح المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح القضاء. ثم زوز فرضيات هنا، إما أن يقع حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم
وهنا رئيس الجمهورية يبدو لي ما عندوش برشا خيارات إلا أنه معناها يركز بديل، خاطر لازم يكون ثم بديل. من يعني نستبعد أنه يكون الإشراف مباشر يعني من وزارة العدل على القضاء وعلى السلطة القضائية في مجلس النواب. ما كانش ثم بديل سينجي؟ لا، كان ثم المجلس. أي حل المجلس؟ أنا نحكي حل المجلس على نواب. أنا نحكي على الحل، على حل المجلس. حل المجلس أو أن يختار رئيس الجمهورية تجميد كل أشغال المجلس الأعلى للقضاء وتعليق اختصاصاته، يعني نفس السيناريو اللي توخاه رئيس الجمهورية مع مجلس النواب الشعب، وهذا الأرجح. وهذا الأرجح مش يمشي فيه رئيس الجمهورية، هو أنه يجمد هذا المجلس، يعلق كل اختصاصاته وكل صلاحياته إلى أن يعني يطرح بديل آخر. ولو أنه فما في الكواليس يعني ثم بعض المؤشرات اللي تقول أن رئيس الجمهورية يمكن باش يشكل اللجنة فيها ربما قضاة متقاعدين، قضاة مباشرين، هو اللي يسميهم هو لجنة أو هيئة القضاة وقتية، الشرفاء أو هيئة وقتية أو لجنة وقتية. حد ما يعرف شنو شنو البديل. ردة فعل رئيس الجمهورية كانت مفاجأة ومباغتة للقضاة وللمجلس على القضاء وللهياكل النقابية للقضاة. مباغتة بالنسبة ليهم أو مباغتة حتى للرأي العام؟ مباغتة. شوف، الرأي العام احنا سألنا وتوقعنا ربما أنه سيتم الإعلان على قرارات، لأنه المجلس الوزاري اللي ينعقد بصفة دورية كل نهار خميس ما صارش الخميس اللي فات. قلنا ربما نظرا لاختيار رئيس الجمهورية دائما لتواريخ رمزية، ما أنه 6 فيفري كان الذكرى الراحل، الذكرى 9 على شهيد الوطن شكري بالعيد وتم إحيائها، قلنا ربما سيعلن على حاجة، لكن حد ما توقع أنه بش يذهب مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء. الرأي العام كان مهيئ للقرار هذا، وأيضا حتى هيك القضاة وحتى المجلس الأعلى للقضاء، وكنت أتذكر معنا يوسف بوزاخر خاصة في الخطوة اللي اخذها رئيس الجمهورية وقت اللي أصدر أمر ألغى به معناها كل الامتيازات والمنح اللي تقضوها أعضاء المجلس على القضاء. هذاك كان مؤشر لأنه الخطوة اللاحقة باش تكون إما حل المجلس أو تجميد أو تعليق أشغاله واختصاصاته. حتى الأطراف السياسية في حد ذاتها ما كانت مهيئة، لأن رئيس الجمهورية عنده مدة طويلة وراه يحكي على القضاء، وكان حتى وزيرة العدل يحكي على القضاة الفاسدين وأذل وزيرة العدل باش تعمل مشروع قانون، مشروع مرسوم لإصلاح القضاء، وتحدث مرارا وتكرارا إلى أن جاء يعني جاءت المناسبة. وما نعرفش الربط الحقيقة، ما لقيتش لتوا الربط بين معناها الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية نهار السبت في الليل ووجوده في وزارة الداخلية وذكرى استشهاد شكري بالعيد الله يرحمه. شو الرابط في هذا؟ وثم ثم معطى آخر، يعني هل الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية أو الإعلان غير المباشر اللي عمله عنده علاقة برد المجلس على القضاء فيما يتعلق بمشروع القانون اللي هم الصلح الجزائي واللي تقريبا يعني واضح كان يعني معارض تماما؟ مازال طويل تقريبا الحلقه كامله على المسائل هذه، فقط باش نواصلوا مع التصريحات لانه عندنا ضيف عبر الهاتف في سنة فينا بعد قليل. لكن اليوم تصريحات جديده، رئيس المجلس الاعلى للقضاء بوزاخر شنو اللي يقول؟ يقول تم منع اداري واعيان المجلس من دخول المقر. اليوم تم منع الأعوان وإداريي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر المجلس الأعلى للقضاء. ما نعرفش شنو الدواعي هذه، أمنيين يقولوا اللي عندهم تعليمات بذلك، ما نعرفوش على شكون صدرت هذه التعليمات، ما نعرفوش شنو أساس هذه التعليمات. إعلان سياسي بأن المجلس الأعلى للقضاء من الماضي ما يخولش حتى سلطة لإنفاذ القانون أن تتخذ إجراء بخلق مقر أو غيره. احنا في مقر المجلس خذيناه في 2019، احنا في 2017 و2018 كنا نخدمه في محاكم، كنا عملنا حركات قضائية انطلاقا من محاكم. احنا كي قلنا رانا باش نواصلوا العمل نتاعنا، نواصلوا العمل نتاعنا بالوسائل اللي انطلقنا بها، كما معناها بالمقر أو خارج المقر، المهم أنه احنا متشبثين أنه نكملوا رسالتنا.
عينت عدل التنفيذ نجيب سليتي صباح اليوم غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنع الإداريين من الدخول كما قاعدين نشوفوا على الشاشة، وقالت أنها كلفت أو كلفت من طرف المجلس للقيام بالمعاينة. فريق رونديفو نوف أيضا كانت نقل اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء والتقط الصور اللي قاعدين تشوفوا فيها، لأنه الصباح زاد يوسف بوزاخر حكى على أنه كان المقر أو باب المجلس مغلق ومكبل بالسلاسل وما إلى ذلك، وأنه المحيط تقريبا فيه عدة قوات أمنية في المكان وكان تواجد مكثف لها. لكن وقت اللي مشى الفريق متاعنا الصور خليها تتكلم وحدها، هذا اللي انقله لنا أعضاء الفريق أو مراستنا على عين المكان. جمعية القضاة أيضا تأكد رفضها لكل محاولات المساس بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الدولة، رفض تماما أيضا لهذا التمشي، وتعتبر الجمعية أنه الرئيس أنكر أو ما أعلن عنه هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية والتقويض لبناء الدستوري، ويشكل تراجع خطير وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وفق نص البيان. بيان طويل، فقط حاولنا ناخذ منه مقتطفات. خليفة ثم اللي يأيد ويقول لك الفساد موجود وينخر القضاء، وفي الأخر برئيس الجمهورية في إعلانه عن ذلك استند إلى مطلب شعبي بتطهير القضاء وإصلاحه وإصلاح الجسم القضائي كي يكون سلطة مستقلة، وثم اللي يهاجم تصريحات رئيس الجمهورية في هذا الصدد ويقول لا، هذا استيلاء على كل السلطات وهذا تقويض للسلطة القضائية وانفراد بالحكم ومس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والقضاء بصفة عامة. أنا بودي نحلله علاش وصلنا لهذه الوضعية، لأنه كل موقف في النهاية عنده شرعيته اللي يستند إليها وعنده خلفيته. وضعية مجلس على القضاء مشابهة تماما لوضعية مجلس النواب الشعب. ما وصل إليه مجلس النواب الشعب الجزء الكبير يتحمل فيه المسؤولية نواب الشعب أنفسهم، الأداء تاعهم، الخصومات، التعطل الأشغال، طريقة إدارة المجلس، ما ثماش معناها إنتاجية لهذا المجلس في علاقة ببناء الديمقراطي واستكمال مسار البناء الديمقراطي، وما ثماش مردودية في علاقة بالأدوار اللي انتخبوا إليه. مش معناها خايبين هم وباهين وكذا، أنا ما بقولش في هذا، ولكن الأداء كان هزيل مقابل منظورهم المواطنين والناخبين. به مجلس الأعلى القضاء، شكون ينتقد في المجلس الأعلى القضاء يقول باهي ولا خايب والقضاء باهي ولا خايب؟ مش المواطن، المواطن راهو كان خذا حقه، كان ما خذاش حقه سكت على روحه في القهوة. المشاكل أو الخلافات أو الانتقادات أو التأييد زاد والمدح، على الرغم من أن خطوة إرسام على قضاء كانت خطوة إيجابية في تقديري ومهمة وكان من الممكن أن نبني عليه. لكن من ينتقد أداء مجلس الأعلى القضاء؟ مو المحامين. من ينتقد أداء مجلس الأعلى القضاء؟ جزء من القضاة. من ينتقد أداء مجلس الأعلى القضاء؟ جزء كبير من الموجودين في تركيبة مجلس الأعلى القضاء. قلناش الحل، نحكيو توفي نحلل يا معز يا دي. خلي وقت المعز، خاطر معنا عميد المحامين عبر الهاتف ونرجع لك. نحلل، ما قلتش يتحل، أنا قلت خطوة مهمة إرسال مجلس الأعلى القضاء في إطار دعائم الدولة الديمقراطية. أنت قلت نفهم حلها كما حل مجلس النواب، معناتها كما تجميد مجلس النواب. قلت لك الوضعية اللي وصل لها، ما قلتش حله. قلت لك الوضعية اللي يوصل لها تشكل جزء من الرأي العام داخل قصر العدالة. هناك انتقادات، تجي قضية حال قضية، خذ قضية مثلا تاع رأي عام، ناخذ قضية سيد نبيل القروي مثلا، هكا ولا نهار دخلت سجن اسمع المحامين ايش قالوا نتاعه، نهار تخرج سجن اسمع المحامين ايش يقول، نهار ترجعوه السجن شوف المحامين انفسهم ايش قالوا. وهكذا دخل مجلس الاعلى القضاء باش نرجعوا النقاش هذا، باش نرجعوا المحامين تو ناخذ بعد شويه عن المحامين باش يعبر عن موقف المحامين، بناء صوره القضاء والمساهمه في تطوير هذه الصوره. ما عندوش الحق يتدخل في القضيه، اضراب القضاة انفسهم وقداش مر هذا الاضراب، والقضاة انفسهم على شو اضطروا يضربوا؟ لانه حقوقهم مهضومه الماديه والشغليه، وبالتالي انتفضوا من خلال هياكلهم. لكن شنو موقف مجلس الاعلى القضاء؟ لم نرى له موقفا لا في الاسناد ولا في اقامه الدوله. مجلس الاعلى القضاء ويهم المحامين كذلك، ويهم عدول التنفيذ. هذاك علاش معنا عبر الهاتف مباشره. يهم كل المجتمع التونسي اللي حولوا الى موضوع محل الجمال. ينضم لنا عبر الهاتف مباشره ابراهيم بودربيله
العميد المحامين يفضل خليفة رجع رأي العام. مساء النور، اهلا وسهلا بك سيد سيد العميد. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك. فسرت في تصريحات مختلفة ليك منذ اعلان رئيس الجمهورية، فسرت هالتصريحات هذه على انها انهاء ربما للتركيبة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء وليست إلغاء للهيكل بأكمله. يقول قائلها استند عميد المحامين إلى معطيات رسمية في هذا، وأنت تعرف أنه ليس هناك أي نص قانوني أو آلية قانونية إلى حد الآن لكي يتم الاستناد عليها. أولا رئيس الدولة هو يعني بحكم وظيفته الدستورية هو الضامن لحسن تطبيق القرارات، ونعلم جميعا وأنه يعني اشتكى في العديد من المرات يعني بأداء واعتبر وأن هناك جزء من القضاة، لا الكل، قال هناك العديد من القضاة الشرفاء ولكن هناك جزء منهم من أخل بواجبه أدائه لمهامه، وكان يعني ربما دائما كان ينادي بوجوب توفر قضاء عادل. قلت أنه رئيس الجمهورية يعني فعلا هو ينهي تغيير تركيبة مجلس القضاء ولا إلغاء مجلس القضاء، وذلك استنادا إلى أنه في مرات سابقة ذكر وأنه كلف وزيرة العدل بإعداد مرسوم جديد لتنظيم مجلس القضاء وحافظ على مجلس القضاء، ثم أن تركيبة مجلس العدل محل تشكيات وتذمرات من السادة قضاة أنفسهم، يعني من قضاة أنفسهم، فضلا على المحامين، فضلا على بقية يعني الفاعلين في الميدان القضائي اشتكوا من الأداء الضعيف في مجلس القضاء. وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث من خلاف وتبادل اتهامات بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق ووكيل الجمهورية بتونس السابق، والذي يعني يؤخذ على رئيس على مجلس القضاء عدم إمكانية تدخله في الوقت المناسب لوضع هذا الخلاف والذي ألحق صورة سيئة بالمؤسسة القضائية ككل. على أي حال نحن وأنا في العديد من المرات يعني لاحظت أن تمثيل المحامين في مجلس القضاء هو تمثيل غير جدي، باعتبار وأن من وقع انتخابهم في مجلس القضاء يمثلون أنفسهم وليست لهم علاقة بالمحامين. وطلبت أنه لابد أن يكون هؤلاء إما من هيئه من مجلس هيئه المحامين بصفه تلك او يقع اختيارهم من مجلس الهيئه. لماذا؟ لان مجلس الهيئه تقع محاسبته من طرف الزملاء المحامين في الجلسات العامه العاديه والجلسات العامه الخارقه العاده. كل هذا ادى بنا الى طلب تغيير تركيبه مجلس الاعلى للقضاء. واليوم وبعد ما حدث يعني من احداث هامه انا في البلاد يعني يوم 25 جويلية تعرف لكون الاحداث يعني وعلما ونحن احداث في اعتقاد ديمقراطي. سيد العميد، سيد العميد، باش نحاول نبسط الصوره بالنسبه ليك شنو هي بالنسبه لعميد المحامين بطبيعه بما انه يمثل السلك سلك المحاماه، شنو هي التركيبة الأمثل بالنسبة لكم للمجلس الأعلى للقضاء؟ لأنه تصريحاتك أيضا اليوم أثارت الجدل وقت اللي تتحدث على أنه رئيس الجمهورية هو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء وأن وزيرة العدل تكون عضوة في هذا المجلس. يعني هو إلى سنة 2008 في فرنسا في الجمهورية الخامسة، يعني الجمهورية الخامسة الفرنسية، يعني الذي كان يرأس مجلس الأعلى للقضاء هو يعني رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال يعني وزير العدل هو عضو في مجلس الأعلى للقضاء. اليوم حتى التغيير اللي وقع في القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، يعني رئيس الجمهورية له الحق في تعيين عضوين، ومجلس النواب له الحق في تعيين عضوين، ومجلس الشيوخ له الحق في تعيين عضوين، بحيث المحاكم تجر الأحكام باسم الشعب، وللشعب الحق
في مراقبة يعني حسن سير القضاء، لا تكون المراقبة من خلال انتخابات يعني أو مراقبة يعني من كامل الشعب. احنا عندنا فيش بريد مشكل، مش ممكن باش الشعب كامل يجي يراقب يعني المؤسسة القضائية، ولكن تقع مراقبته من طرف يعني المكونات الأسرة القضائية من طرف المحامين استنادا لأي آلية قانونية أو دستورية. سيد العميد يكون ذلك؟ نعم، استنادا لأي آلية قانونية أو دستورية. بطبيعة الحال وقت اللي يقع التنصيص على سن قانوني يمكن هؤلاء من المراقبة يعني هذه هي الآلية القانونية لا أكثر ولا أقل. ولذلك عندما تدخل رئيس الدولة وأراد تغيير تركيب مجلس الأعلى للقضاء فهو الآن يعني أعتقد أنه سوف يصدر مرسوما في تركيبة جديدة لمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي نحن إذا ما يعني وجدنا أن هذه التركيبة تتماشى مع رأي مجلس الأعلى للوطنية المحامين ورأي المحاماة فإننا سنتعامل معها إيجابيا. هذا ما صرحت به لا أكثر ولا أقل. وتصريحات هذه خليت برشا ينتقدوك منهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيد العميد، يقول أنه تصريحاتك تختلف من مناسبة إلى أخرى وذلك لأغراض شخصية ربما ولطموحات بحثا عن مناصب بعينها. ما ردكم على ذلك سيد العميد؟ والله يضرني سيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذه الأيام لا يمكن مواخذته لأنه تحت تأثير عوامل عاطفية نتيجة محادثة يعني المجلس الأعلى للقضاء، ولذلك أعتقد بأنه يعني لا بد من أنه بعد مدة سوف يغير يعني تقييمه للمسألة. وتعلمون كل العلم وأنه قبل يوم 25 جويلة كانت كل الأطراف تشتكي من عدم إشعاع القضاء، قضاة ومحامين ومتقاضين ويعني كل المكونات المجتمع يعني كانت تشتكي من أداء هذه المجلس على القضاء. مهمة جدا النقطة اللي أثرتها سيد العميد، المجلس في البيان متاعه يجيب على النقطة هذه وحتى على تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية، يقول لك راه وجهنا ووجه المجلس على القضاء في عديد المناسبات بلاغات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا اللي تم تداولها لدى الرأي العام، منها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري لحركة النهضة وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقى ردودا من هذه الوزارة في شأنها وهذا يوفق نص البلاغ. لا يكفي أن نشير إلى قضية الوكيل الجمهورية السابق الذي وقع إيقافه عن العمل، وهذا القرار يعني وقع نقضه من طرف المحكمة الإدارية إخلالات شكلية. لذلك فإن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية يغني عن كل الأسباب التي تبين أن أداء المجلس على القضاء كان هزيل وهزيل جدا. شكرا لك سيد عميد المحامين إبراهيم بودربالة على مداخلتك معنا. رجعت لكم ومواصلين مع بقية الآراء والتصريحات قبل ذلك فاصل ثم نعود.